الحمد لله وكفى، وصلوات ربي وسلامه على عباده الذين اصطفى. أيها الأحبة الأفاضل، ما زلنا في رياض قصص الأنبياء، وقصة اليوم النبي من أنبياء الله تعالى يلقب بالذبيح، ألا وهو إسماعيل. فإسماعيل أمه هاجر وأبوه إبراهيم، وقد ذكر في القرآن في غير ما آية، من ذلك قول الله عز وجل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يامر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فإبراهيم عليه السلام لما بلغ من العمر 80 سنة رزقه الله تعالى بإسماعيل، ولما بلغ إسماعيل 15 سنة رأى أبوه إبراهيم في المنام أنه يذبحه. وكما هو معلوم الأحبة الكرام بأن رؤيا الأنبياء حق وبأنها وحي، كما وقع في قصة سيدنا يوسف عليه السلام الذي سنتناوله في حلقات مقبلة بإذن الله تعالى. فأوحى الله تعالى إلى سيدنا إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل، فجاء يخاطب ابنه ويناقشه في هذا الأمر الإلهي. قال الله تعالى على لسان إبراهيم: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فأجابه ابنه النبي: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله الله، هذا الحوار العائلي النبوي بين الأب وابنه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. لم يقل له بأن الله تعالى أمرني بذبحك. فكان الجواب الحكيم من هذا الابن الوفي الطائع: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وذهب به بعيدا عن قومه وأهله، وانحنى عليه سيدنا إبراهيم. وكيحكيوا المفسرين بأنه عندما أراد أن يذبحه وضع الوجه دياله على الحجر حتى لا ينظر إليه ويشفق عليه ويستأنف الذبح. فلما وضعه على هذه الوضعية وألقاه على وجهه ولم يبقى بينه وبين ذبحه إلا أن يضع السكين، نزل الخير الإلهي والعطاء الرباني. فقال الله عز وجل: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم. إذن بعدما سيدنا إبراهيم يعني نفذ الوحي الرباني واختلى بابنه وأراد أن يذبحه، جاء الغوث الإلهي الرباني. الدرس المستفاد أحبة الكرام من هذه القصة المباركة: الخضوع والامتثال لأمر الله عز وجل. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم. الله عز وجل عندما يطلب مني أمرا أنفذه، عندما الله تعالى تقول لي صلي كان صلي، طاعة الوالدين كان طاعة والدي. لماذا؟ لأن هذا أمر رباني، فليس هناك اختيار فيه، وإنما نحن عبيد لله تعالى. نسأل الله تعالى أن نكون ممن يستفيدون من هذه القصص، وكما قلنا في القصة الأولى عند تدشين هذه الحلقات المباركات بأن هذه السلسلة أحبتي الكرام ليست للفرجة فقط وإنما للمتعة. نسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإلى أن ألقاكم في حلقة مباركة ميمونة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.